زخم سينمائي سيعرض من خلاله حوالي 65 فيلما عربيا وأجنبيا قصيرا على مدى 3 أيام ضمن مهرجان القمرة السينمائي الدولي الأول الذي تستضيف فعالياته مدينة البصرة. ويحاول القائمون على المهرجان أن يخلقوا أرضية سينمائية جديدة في ظل واقع يشهد انعدام شبه تام لأي إنتاج سينمائي عراقي، إلى جانب الغياب الواضح لدور السينما التي أضحت أطلالا هنا. اليوم مدينة البصرة تشاهد أضواء السينما الحقيقية لأول مرة من جهاز عرض سينمائي. اليوم مدينة البصرة تسمع صوت سينمائي حقيقي. اليوم نشاهد سينما، نشاهد ثقافة، نشاهد الوجه الآخر لمدينة البصرة. وقد استطاع المهرجان أن يسلط الأضواء على مشاكل صناعة الأفلام السينمائية في بلدان عربية كالعراق ولبنان على سبيل المثال للحصر. الفقر بالإنتاج السينمائي أكيد مشترك، بينما إذا بدك المادة اللي بتقدمها بتختلف المواضيع، بتختلف الاهتمامات أكثر إذا بدك حسب وجع كل بلد. المهرجان وكما يبدو أراد أن يعيد الحيوية لقطاع السينما بعد أن شهد تدهورا ملحوظا من خلال دعوة بعض المنتجين السينمائيين العرب. يعني كان مفاجأة لنا أنه الشباب العراقي تحديداً عم يقدروا ينشطوا ويفكروا وينتجوا أفلام جميلة وفيها بعد. ولعل ما يميز مهرجان القمرة السينمائي بدورته الأولى انفتاحه على تجارب سينمائية متنوعة الجنسيات والمرجعيات الفنية في مجال الفن السابع. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.